طباع ما عدت أقوى فراقك أكثر من أسبوع أكثر من أسبوع. الله، إيش تبي؟ إيش رأيك بالمفاجأة؟ أي مفاجأة؟ كل يوم قاعد تيلي بنفس الوي. المفاجأة جايب لك أحلى هدية. خل هديتك حقك يا عمي، لا تأذيني. وما عدت أقوى فراقك. لا تأذيني، مزج، لا توقف فوق راسي. أكثر من أسبوع أكثر من أسبوع ما عدت أقوى فراقك أكثر من أسبوع أكثر من أسبوع. فهد، فهد، أنا مصدومة. صوتك حلو هالكثر وانت خاشة عني؟ هذا المكان الوحيد اللي أطلع فيه موهبتي بدون ما أخاف. وليش تخاف؟ صوتك حلو والكل لازم يسمع. بعدين الله يعافي علي اللي علمني، ولا أنت ينخاف منك؟ ما تقول شيء. شو ما تبيني أخاف؟ أنا مدرس موسيقى وبي مو مخليني. هالمرة تبيني أغني؟ بوي ما عنده فن وأغاني ترى. بالعكس، الفن رسالة. ياما أغاني قاعد نسمعها مو بلهجتنا وقاعد نحس فيها وتوصل للقلب. يا ليت عمي مبارك يفهم هالموضوع. يبا بتقلبونها فلسفة. خلونا نسمع. اقعد اقعد أنت، حسابي وياك بعدين. اقعد. الحين خلوا عنكم التهديدات، نبي نسمع شيء حلو قبل لا نروح الجامعة، عندنا محاضرات. إن شاء الله تبون أغني يعني؟ يلا يلا سمعنا. شو تبين أغني؟ أي شيء. غبت عني والشوق جابك، عمري الغايب هلا بك. غبت عني والشوق جابك، عمري الغايب هلا بك. يا مسا الأشواق يا روحي، الهوى لملم جروحي. بس انحرجت شوي.